جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، كلية الهندسة. انطلاقا من توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتوسع في إنشاء الجامعات والكليات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، جاء إنشاء كلية الهندسة بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالخرج في 19 من شهر رمضان لعام 1426 هجرية، نظرا لحاجة المملكة الملحة إلى المهندسين ولتوفير فرص التعليم العالي للأعداد المتزايدة من خريجي التعليم العام في محافظة الخرج والمحافظات المجاورة. وقد حققت الكلية بدعم قيادة الجامعة عدة إنجازات، أهمها الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي وعقد عدة اتفاقيات تعاون دولية، كما حظيت بتأسيس بنية متميزة للتعليم والبحث والابتكار، وحقق طلابها العديد من المنجزات في عدة مجالات. يسعدني اليوم أن أشارك بكلمة سريعة زملائي في كلية الهندسة، وأشارك كذلك أبنائنا الطلاب، وأنا سعيد جدا بما تحقق كلية الهندسة من خطوات متسارعة، ولعل آخرها حصولها على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الأمريكية، وهذا دليل على مستوى مهنية العمل بهذه الكلية. فأنا أبارك لزملائي العميد وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بحصول الكلية على هذا الاعتماد. كذلك الحقيقة أشيد بما يتحقق للجامعة ولهذه الكلية على وجه الخصوص من تعاون كبير مع بعض الجامعات العالمية المرموقة. تضم كلية الهندسة ثلاثة أقسام أكاديمية، هي قسم الهندسة الكهربائية، قسم الهندسة المدنية، قسم الهندسة الميكانيكية، وبرنامج الهندسة الصناعية، والذي يتبع قسم الهندسة الميكانيكية، ويدرس بها حالياً 547 طالب. وتمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة في هذه التخصصات، حيث خرجت حتى حينه 335 طالباً. التميز في التعليم والشراكة المجتمعية، هذه رؤية الجامعة، وتتسق معها رؤية كلية الهندسة. والتعليم الهندسي تعليم نوعي استشعرته الكلية وتعمل عليه وفق منهجية محددة، بداية من آلية استقطاب طلاب مميزين وأعضاء هيئة تدريس مميزين، مرورا بتأسيس بنية تحتية تعليمية وبحثية مميزة، إلى أعمال لها علاقة بالاعتماد الأكاديمي والتعاون المحلي والدولي مع منظمات وجامعات وقطاعات عامة وشركات خاصة لها سمعتها المتميزة. وقد حرصت إدارة الجامعة على إيجاد البنية التحتية الحديثة للكلية، وذلك عبر إيجاد مبنى جديد أسس وفق المعايير الحديثة للمباني التعليمية، وتم دعمه وتجهيزه بالعديد من المعامل والمختبرات العلمية اللازمة لتعزيز المعارف النظرية بالتجربة العملية والمعملية. وتتميز الكلية بنخبة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، سواء من الكوادر السعودية أو من المتعاقدين. وقد حرصت الجامعة على تعزيز تلك الكوادر والكفاءات من خلال برامج الابتعاث إلى الجامعات العالمية المتميزة. وقد وظفت كلية الهندسة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة، والتي لها دور هام في تسهيل إجراءات العمل من خلال الخدمات الأكاديمية الإلكترونية والخدمات الإدارية الإلكترونية ونظام سير المعاملات ونظام الاجتماعات الإلكترونية ونظم التعلم الإلكتروني. ولأن النشاط الطلابي يشكل محوراً هاماً في حياة الطالب الجامعية، اهتمت الكلية برعاية وتشجيع طلابها للاشتراك في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والعلمية والأعمال التطوعية، حيث أقامت العديد من الفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل. وقد أثمرت رعاية الكلية لتلك الفعاليات عن إنجازات على عدة مستويات، حيث تمكن طلاب الكلية من خلال المشاركة في المؤتمرات الطلابية العلمية
بالحصول على المركز الأول بمحور الابتكارات والمركز الثاني بمحور الأبحاث على مستوى الجامعة، كما حققوا عدة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات السعودية، ومن ذلك المركز الأول في فعالية اشرحها. وفي المجال الرياضي حققت الكلية المركز الأول في بطولة الجامعة لكرة القدم، ومثل فريقها الجامعة في بطولة الجامعات السعودية وحقق المركز الثالث. بكل الحقيقة سرور وبكل سعادة، أنا فخور وزملائي بنوعية الطلاب التي تشارك في هذه البرامج، وقد أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم، وأنا على يقين إن شاء الله أن هذه الخبرات التي اكتسبوها ستكون عون لهم إن شاء الله في مجال مهنتهم وأداء رسالتهم لوطنهم. وقد جاءت موافقة معالي مدير الجامعة على إنشاء نادي الابتكار بالكلية لتوفير البيئة والبنية التحتية والاستشارات العلمية اللازمة التي يحتاجها الطلاب المبدعين، ولتحقيق الريادة في الابتكارات على مستوى الجامعات السعودية. ومن أجل تقديم النصح والمشورة لتطوير كلية الهندسة ورفع مستوى أدائها وتوثيق علاقاتها بالصناعة، جاء إنشاء المجلس الاستشاري، والذي يساهم في مراجعة وصياغة أهداف البرامج الهندسية والمناهج الدراسية بالكلية وفق معايير الاعتماد الأكاديمي الدولي والمحلي ووفق متطلبات سوق العمل، ولتنمية مهارات الطلاب بكلية الهندسة وفق معايير عالمية، ولإتاحة الفرصة لهم لاكتساب مهارات هندسية وبحثية مختلفة. جاءت اتفاقيات التعاون الدولي مع كل من جامعة كاليفورنيا أرفاين الأمريكية وجامعة كيبك الكندية، وفي إطارها تم إفاد أكثر من 100 طالب من الكلية لينخرطوا في برامج تدريب صيفية استمرت لعشرة أسابيع، كما تم تبادل زيارات لأعضاء هيئة التدريس وإجراء العديد من البحوث العلمية المشتركة. وقد توجت إنجازات الكلية بحصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرامج الهندسة الكهربائية والمدنية والميكانيكية لمدة 6 سنوات من مجلس اعتماد برامج الهندسة والتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية أبيت، والمتخصصة في منح الاعتماد الأكاديمي العالمي لكليات الهندسة المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وذلك بعد اجتيازها المعايير والإجراءات الدولية التي تأخذ بها الهيئة في ضمان الجودة من حيث الأداء الأكاديمي والتدريسي، وكذلك جودة المخرجات التعليمية وتميز الخريجين في سوق العمل. جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، كلية الهندسة.